الله الرحمن الرحيم. أيها الناس، أسعد الله التماس، أهلا وسهلا بكم، ويتجدد موعدنا في حلقة جديدة من برنامج دندنة. في البداية برحب بحضراتكم وبرحب بزميلتي وصديقتي الإعلامية والشاعرة المتألقة أمي عاشور. أهلا يا أمي. أهلا يا وائل، يسعد مساكم أعزائي المشاهدين، معكم بكل الحب اليوم في دندنة مع وائل وأمي. النهاردة حلقتنا مميزة، هنتكلم فيها عن موسيقى الشعوب، وهي بالتحديد الجيتار، موهبة الشباب. معانا كمان النهاردة هنستضيف ضيف مميز جدا، لأن أصلا الموضوع مميز جدا، وكمان لازم أدام اتكلمنا عن آلة الجيتار ما ينفعش يا جماعة إن احنا نتكلم عنها وننسى أمير الجيتار وهو عمر خورشيد. هسيب وائل يتكلم عنه وارجع لكم تاني. وبالفعل زي ما قلت لكم امي، ما ينفعش فعلا لا يفتى ومالك في المدينه، ما نقدرش نتكلم عن الجيتار وما نتكلمش عن عمر خورشيد. ممكن نقول نبذه صغيره جدا جدا عن ملك الجيتار عمر خورشيد. عمر خورشيد من مواليد حي عابدين سنه 45 بالقاهره. درس في كليه الاداب قسم الفلسفه، وبعد ما خلص دراسته التحق بالمعهد الموسيقي اليوناني. وبعد ما خلص دراسته بالمعهد الموسيقي تخصص في آلة الجيتار، وعرف عن طريقها وعزف للكثير والكثير من المطربين في ذلك الوقت، زي العندليب عبد الحليم حافظ، وزي أم كلثوم وفريد الأطرش، وغيرهم كتير جدا. وغير كده يذكر أن الفنان عمر خورشيد ليه من الإخوات 4 ذكور و3 إناث، طبعا أشهرهم الفنان الكبيرة، وده طبعا الفنان طبعا عمر خورشيد اللي أنا بكلم عنه، دي صورته تمام، أمير الجيتار. ليه زي ما بقول لحضراتكم من الذكور 4 ذكور و3 إناث، طبعا أشهرهم الفنانة الكبيرة شريهان. وبفضل وسامته دخل السينما ومثل العديد والعديد من الأفلام زي العرافة والعاطفة والجسد والعاشقان وأجمل طفل في العالم وغيرها كتير. واستمر عطاء عمر خورشيد إلى أن توفاه الله في حادث السيارة عام 81، وترك لنا العديد والعديد من المعزوفات الجميلة اللي بنستمتع بها إلى وقتنا هذا. وأقول لك كمان يا وائل إن يا جماعة عمر خورشيد عندما كان يمسك الجيتار كانت تتحول أصابعه إلى كتلة من الإحساس، وأيضا كان يتحول الجيتار إلى معزوفة سيمفونية، مقطوعة سيمفونية أيضا تتحول وتعبر عن الفرح، السعادة، الحزن، الألم، وأيضا البكاء. لن يموت، لن ينساه التاريخ، فتظل معزوفاته على مر التاريخ مهما يتغير الزمن. دلوقتي يا جماعة نقول بقى ان احنا نتعرف بقى على الضيف الجميل اللي معانا. احنا دلوقتي معانا ملحن مشهور وايضا عازف جيتار، عزف استعان بجميع المطربين الفايف ستارز، منهم محمد منير، أمينة، محمود العسيلي، ستار اكاديمي، وهو مجدي سليم. اهلا بك يا مجدي، ومنورنا النهارده، واحنا سعداء بوجودك معانا النهارده. واحنا التقليد بتاعنا قبل ما بنتكلم او نخش في اي حوارات هنسمع حاجه الاول. يعني ممكن بما ان انتوا اتكلمتوا عن عمر خورشيد، ايوه طبعا ده استاذي واستاذ طبعًا. اي طبعًا. حد بيعزف جيتار ممكن اسمعكم حاجه. يا ريت يا ريت، اتفضل.
عليك، ايه الاحساس ده؟ ايه الجمال ده؟ انا اللي حببني في اله الجيتار عمر خرشد بجد، لان هو استاذ كبير قوي. انا كنت لسه هسالك السؤال ده فعلا، وهنبتدي الاسئله. هقول لك ازاي بدات حكايتك مع الموسيقى، وليه بالذات الجيتار اللي اخترته من ضمن الالات الكتيره اللي متنوعه موجوده في الموسيقى، ليه الجيتار وازاي بدات؟ بص يا استاذ وائل، الجيتار عموما اله انا بحبها جدا، وهي اله شبابيه واله مهمه جدا وفيها احساس حلو. يعني هو احساسها من الالات اللي احساسها جميل قوي. انا اتعلمت في الاوبرا سنه 2004. كانت والدتي دايما هي اللي بتدعمني وهي اللي بتقدم لي في المكتبه الموسيقيه. قبلها كنت بحارب علشان اجيب اله الجيتار. يعني انا كنت بتفرج دايما على الثلاثي المرح، هم كانوا ماسكين الجيتار وبيقولوا جمبري جمبري مشوي. كنت بتفرج على عمر خورشيد، ما كنتش طبعا اعرف ان هو عمر خورشيد. كنت بشوف في الافلام بقى ان في حد بيعزف جيتار ليد وبيعزف سبانيش وكده. يعني هو الفنان الراحل عمر خورشيد هو اللي حببني، هو سبب في كده. بدات ان انا بقى ادخل الاوبرا، بدات ان انا ادرس، بدات ان انا اتعلم، التحق بالكونسير، بدات ان انا اعمل حفلات في في في, في المكتبه الموسيقيه، اعمل حفلات في المسرح الصغير المسرح الكبير. طبعا الدكتور فاروق حسني وزير الثقافه هو دايما كان بيدعمني دايما، وكان يعني دايما اللي كان بيلعب اله موسيقيه في 2007 و2004 ده كان بيبقى حاجه مهمه طبعاً جدا، لان كان بيبقى طفل وكان الاهتمام بالفن كان ساعتها كان مهم جدا. ما بقاش زي دلوقتي، يعني الموضوع دلوقتي فيه دوشه كتير قوي. انا عاوز اقول لك حاجه، ما هو برضو اللي يستعين بيه محمد منير الكينج مش ممكن يكون اي حاجه. هو محمد منير انا يعني هو ده قصه تانية مختلفه خالص. انا كنت رايح استوديو فايب ده في الدقي، وشفت محمد منير كان طالع في الاسانسير، فكان لابس كاب كده وطالع في الاسانسير، وانا كنت في الاسانسير برضو. فانا شفته فقلت له انا نوبي زيك وبحبك جدا، وانا نفسي ان انا اشتغل معاك. انت اساسا نوبي من دي؟ انا اصلا من أصلاً. منين؟ من نوبه؟ من كلبشه. من كلبشه؟ والله دي معلومه جديده بالنسبه لي. جنب اسوان ولا ايه؟ جنب اسوان. بس فقلت له انا المهم. قال لي طيب انت ممكن تتكلم مع المخرج، وانا يعني شوف هو هيقدر ان هو يوظفك فين بالظبط. وانا تحت امرك. هو انسان خلوق جدا ومحترم جدا. فخدني في كليب فاتن كتير يا بلدنا، لعبت في الكليب ولعبت في الاغنيه نفسها. جميل. فالحمد لله، يعني ده من ضمن الحاجات المهمه اللي بدات ان انا اشتغل فيها. اشتغلت مع ناس في ستار اكاديمي، اشتغلت مع الهلباوي، اشتغلت مع العسيلي، اشتغلت مع ناس كتير قوي. بدات ان انا اوزع في استوديوهات، بدات ان انا اعمل حفلات موسيقيه لوحدي. الله عليك ما شاء الله. ليا فكر مختلف في الموسيقى، وخصوصا ان انت لسه شاب، يعني لسه برضو يعني مش كبير في السن او كده، يعني ما شاء الله بادي صح يعني. وبسعى ان اقر عليك انا وبسعى ان انا اشتغل مع الهضبه، يعني عمرو دياب ده بالنسبه. طب يلا بقى بينا هنسمع. أيوة. وبعد كده نرجع مع الاستاذ امي ونشوف هتسمعنا ايه بقى دلوقتي. يا ريت بتاعت محمد منير بقى بصراحه، انا عاوز اسمعها. يعني ممكن اسمعك حاجه؟ طيب شوف انت حاجه على ذوقك انت. مش طيب. طيب يلا اتفضل. ممكن في حاجه كده كنت عاملها. ولا سمعك حاجه اسباني بقى؟ ماشي. يلا. اوكي. امال انا عامله الورده دي ليه؟ انا عامله ورده عشان اسباني. Thank you.
الله عليك يا مجدي. الله حاجه كده جميله مجدي. طيب انا بقى اسالك، بص يا مجدي، انت عارف ان انا شاعره وطبعا بعمل كلمات لمغنيين برضو، تمام؟ لما بروح اقعد مع ملحن وموزع عشان اديله الكلمات بلاقيه بيلحن بالجيتار، اشمعنى الجيتار اللي بيلحن بيه؟ ليه ما يكونش بيانو؟ ليه ما يكونش لا والبيانو مهم جدا. لا انا بشوفه دايما معظمهم يمسكوا الجيتار ويلحنوا بيه، ايه الصعبه؟ ما هو الجيتار طبعا يعني من الالات الداعمه قوي للملحن ان هو يقدر ان هو يطلع جمله لحنيه كويسه جدا، يعني خصوصا ان هو ممكن يلعب الميلودي بتاعها. هو الجيتار ده آله توزيع، ايوه، مش آله لحن. طب ليه بيمسكوه توزيع؟ يعني انا لما بدي كلمات بشوف الملحن والموزع الاثنين مع بعض بيمسكوا الجيتار. ما هو ده بقى بدل الموزع. يعني ده لما بيجي الملحن بيلحن بيستخدم الايقاع المنغم في الجيتار علشان ان هو يقدر يوصل اللحن بيه، فبيعمل له تيمبو، بيعمل له موسيقى هو بيغني، فيقدر يوصلها للمطرب باحساس اكتر. انت عندك عصام كاريكا ومصطفى حجاج، دول ملحنين. طبعا عصام كاريكا عامل لعمرو دياب اغنيه وهي عامله ايه دلوقتي، ايوه، عاملها وما بيلعبش اله موسيقيه بس الاغنيه طالعه واو. فالجيتار مش مقياس ان هو يبقى مع الملحن، ولكن هو بيضيف للملحن. بيضيف للملحن بالظبط كده. محمد عبد الوهاب كان بيعزف عود، تمام، وكان ملحن. فالعود بيساعده ان هو يطلع الجمله اللحنيه على العود فيسمعها لك، فانت يعني شيء من الدعم شويه. أيوة، فالمطرب بيبقى عايز يسمع الاغنيه يتخيلها بالتوزيع. يعني قصدك تقول ان الجيتار بدل الموزع؟ الجيتار بدل الموزع طبعا. الاستاذ وائل فنان، يعني انا اعرف ان هو فنان وعامل ليه شغل كتير، فهو اكيد عارف، عنده خلفيه كبيره عن الموضوع ده. يعني صح. طب هو فعلا بالظبط، لان هو الجيتار فعلا بيقوم بمقام الموزع بالظبط، لان بيجي بيتاخد الكلام بيعمل له مثلا جمله لحنيه معينه او يبتدي دوزن معين بتاع فيروح مطلعه على الجيتار. طب ليه الجيتار ما بيقولش السلم الموسيقي؟ معلش انا لا، هو الجيتار فيه كل السلالم الموسيقيه، بس هو يعني ليه، ايه السبب؟ هو اللي هو ربع توني، هو ربع توني الشرقي بالظبط. لا انا بقول عليه ربع تون عادي. يعني انا بقى الوحيد اللي بلعب ربع تون على الجيتار، بلعب السيك والله. طب ممكن تورينا حاجه كده؟ طيب ماشي، اوكي، يعني اوريكي حاجات كده يا رب. بس عشان اقتنع. لا هسمعك حاجات حلوه قوي. اتفضل. يعني انا بلعب جيتار بقالي بالظبط كده، يعني دي السنه ال 14. الله اكبر عليك. يعني فاللي هو أكبر. ايه، وصلت لدرجه ان انا العب يعني احسسك ان انا ماسك عود. ايوه اللي هو الربع تون. ايوه والجيتار نص تون. طب نبدا كده تجربه كده مثلا عمليه. الجيتار لو هيقول شرقي ربع تون يقوله ازاي؟ هقول لك انا. يلا. حاجه كده يعني داخل في الشرق شويه، يعني فعلا غير ان انا مثلا اقدر ان انا العب
ده الغربي بقى. أيوة ده الغربي في المزيكا. ده جميل قوي والله. جميل. ممتاز جميل. والله. طب انت بتعزف ممكن تركي؟ ما اللي انا عملته ده كان ده جزء تركي. ده جزء من التركي. بس ممكن يعني لو لعبته من هنا وريني كده حاجه تركي كده هتبقى حلوه. بس عاوزاها يعني فيها ايه يعني حاجه بهجه كده يعني حاجه رومانسيه قوي. بلاش الشجن بمعنى صح. الموسيقى بتاعتهم شجن اصلا. شجن شويه. طب انا مش عاوزه شجن. انا عاوزه بلاش اعيط والنبي. عاوزه افرح حاجه كده فريش يعني. هو لازم هتعيطي من التركي. لا بلاش تركي خلاص. بص نغير التركي. نغير التركي ونقول حاجه اسبانيش. هو الاسبانيش بيبقى اوكي فيه. طيب ماشي يلا. او يوناني. يوناني ما بس معاك حاجه كده حلوه. يلا بينا. طب انا عاوزه بقى اللي يغني معاك. ايه رايك لا بقى؟ لا لازم تغني. لا بجد والله. لا مش على كده. لا لا بص هي اغنيه واحده بس لا كده يعني. لا لا بجد تحلل عدد. انا بجد برضو سمعت لك اغنيه حلوه جدا. طيب فلازم تغني. طب نقول ايه؟ ممكن نقول حاجه لفؤاد مثلا. اوقات يا دنيا. اوقات يا دنيا ممكن. جميله دي. اوقات يا دنيا بحبها. طيب. جدا. يلا ماشي. بناء على طلب الجماهير اغني. انا ما كنتش عايز اغني والله يا جماعه. معلش انا النهارده مذيع عشان ما يبقاش كل شويه يغني بس يعني. بدبس انا دايما بدبس الاستاذ اللي جنبي. استاذ طبعا يعني كان المعتاد بتدبسني والاستاذ مجدي اتفق معاها فيعني مجبر اخاك لا بطل. غني. يلا خش. خش فين سقفتك. يلا اديله. اوقات يا دنيا معاكي بعيش وساعات ما بفهمكيش وانتي ولا فهماني. اوقات بحس ان انا مجروح عايش حالة بتروح ودمعك محوطاني. صابر قلبي بيجرالي. الله. وانتي لا ليك ولا نادي. صابر قلبي بيجرالي وانت لا ليك عزيز ولا
حلو قوي حلو قوي. ربنا يخليك. وانت خطير برضه في العزف بتاعك. ربنا يخليك. طبعا هو طبعا العازف اساسي. هتسال ولا انا اسال؟ اسال بقى انا. يلا بقى استاذ مجدي اللي منورنا النهارده ومشرفنا. وارجع لدوري كمذيع مش كمطرب. ايوه. واقول مين من المطربين اللي موجودين دلوقتي على الساحه من النجوم اللي انت بتتمنى تشتغل معاه وليه؟ انا بتمنى ان انا اشتغل مع عمرو دياب. ليه عمرو دياب؟ لان عمرو دياب بيعمل حاله جميله بيعمل مزيكا يعني. هو باختصار بيعمل مزيكا يعني. الراجل ده عمره الفني دلوقتي 35 سنة ما شاء 36 الله. سنة ما شاء الله. الراجل ده عمل حاجات كتير قوي. لا وكلها انت عارف يا مجدي كمان بدون قطع كلامك اعتقد كمان عمره الفني 40 سنة لان عمرو دياب بدأ 78. انا بتكلم على يعني بدأ 78 في اول البوم اول البوم سنة 78 78 79 يا طريق اهو. ده نجاح بقى بدليل ان انت فاكر. طبعا طبعا. بس في عمرو دياب بالنسبه لي هو هضبه واي حد يتمنى ان هو يشتغل معاه لان اي حد بيعمل لعمرو دياب حاجه بيتشهر وبيفرقع. انا صحيح. دايما لما كانوا يقولوا لي في الاستضافه او كده برضو كنت دايما اقول نفس الكلام. نفسي اعمله كلمات يعني. انا كتبت كده ان انا نفسي اعمله كلمات فعلا يعني. بالظبط. فاغاني عمرو دياب كلها ما يعني وبيننا معاد بعيد الليالي تملي معاك شوقنا اكتر الحاجات دي كلها يعني. الاغاني دي كلها اغاني جميله وبتعبر عن الفن المصري. طب انت ممكن تعزف لنا؟ بما انك عارف عمرو دياب وحافظه قوي تعزف لنا حاجه دي ممكن؟ هلا انا اقول له بقى حاجه بقى جامده بقى. طب على الهوا زي ما فاجئني على الهوا. اسف لا يوجد حل اخر. عارفها؟ اسف لا يوجد حل اخر. اللي هي ايه دي؟ لعمرو دياب اغنيه يعني؟ كلها جيتار. من الحاجات النادره جدا. اسف لا يوجد حل اخر. طيب بلاش دي بلاش دي بلاش دي. طيب نقول مثلا ممكن نقول على الجيتار ويلوموني. لا انت انت نقي. هو شوقنا. هو كلنا نغني مع بعض. يلا بينا. انا مش حافظها قوي ولا انا بس ماشي. يلا غني معايا. يلا ما اعرف حاجه. ماشي غني. يلا احاول. يلا بينا. شوقنا اكتر. شوقنا يا اخويا شوقنا. دوت قربنا قرب فهمنا. ده انت اللي فهمنا. شوقنا اكتر. شوقنا شوقنا اكتر. شوقنا شوقنا اكتر. واشتقنا وياك تفكر. بحر الشوق مهما يحيرنا. يلا تاني. شوقنا اكتر. شوقنا شوقنا اكتر. واشتقنا وياك تفكر. بحر الشوق مهما عيني حيغرق. يلا دوبنا دوب يا حبيبنا. دوبنا واوعك تحسبنا. دوبنا دوب يا حبيبنا. دوبنا واوعك تحسبنا. عمر الدلالك راح نتعب. عمر الدلال ما حيتعبنا. شوقنا اكتر. شوقنا قول يا ام. شوقنا اكتر. واشتقنا وياك تفكر. بحر الشوق مهما عيلي حيغرق. الله عليك يا استاذ وائل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ انا معايا حاجه جامده جدا. قاعده جامده يا ربنا يخليك يا رب. طيب بص بقى. انا عاوزه اخدك بعيد شويه عن الجيتار وهنتكلم عن الموسيقى شويه كعامه يعني. دلوقتي لما انا بحضر حفله استعاب الجمهور بلاقيه للكلمه مش للموسيقى. ازاي يعني؟ زمان كنا دايما نشوف مثلا لما اي حد من المطربين الكبار كانوا بيغنوا تدخل في النص كده قالت مثلا الكمانجا تلاقي الناس بتتكلم مع بعض. شفت وقت الشجن الكمانجا دخلت عملت ايه؟
شفت صوت الكمانجة عمل ايه؟ بتدخل تعمل حالة في الأغنية، مثلا الجيتار، شفت الجيتار في وقت المغنى في أول بداية الأغنية دخل عمل ازاي الضجة بتاعته والباند بتاع كده، فاهمني قصدي ازاي؟ طب دلوقتي هل الموضوع ده اتغير؟ الناس اتغيرت ولا استعابهم ايه؟ مش الناس اتغيرت ولا حاجة، هو بس التكنولوجيا الناس غيرت فيها. ازاي؟ يعني الناس غيرت في التكنولوجيا ازاي؟ يعني الناس دلوقتي بقت تحمل البرامج زي فروتي وبرامج كتير قوي، بتدخل على السوشيال ميديا بتوزع توزيعات كلها تراكات فملهاش علاقة باللايف، ما بيحطوش آلات لايف اللي هي الآلات الجيتار والكلام ده كله. فده غطى على التراث المصري في الفن. أيوة طبعا. يعني مثلا دي من الآلات اللايف تملي معاك ما بقتش موجوده مثلا في الاغاني اللايف. يعني الجيتار ده كان بيلعب في كل الاغاني زمان، دلوقتي بقى في اللي هي التراكات والتوزيعات اللي هي الترانسات والتراكات اللي هي ايه ملهاش علاقه باللايف خالص. فده سبب طب ما ده كده مشكله كده، ما هي مشكله عدم يعني كل الحاجات دي كلها لا تعبر عن الفن المصري. يعني ما بقاش في رقابه فنيه موجوده تقدر ان هي تراقب الفن وتقدر ان هي تمنع الالفاظ اللي بتتقال بالنسبه يعني شباب ما بتغني اغاني مهرجانات فدي بتبوظ الفن ولا تعبر عن عدوتي وائل عدوتي الاولى الاولى والاخيره. انا بكره اعمل لها حلقه كمان. طيب انت شايف يعني معنى كده ان احنا نلغي التكنولوجيا مثلا؟ قصدك مش نلغي التكنولوجيا إيه ولا حاجه يعني الحل. بس احنا نقدر ان احنا نتحكم في نفسنا ونقدر ان احنا نحط ثوابت موجوده فنية زي ثوابت كل إنسان عنده ثوابت في حياته. أنا عندي ثوابت إن أنا عندي شوية مبادئ بقدر إن أنا المبادئ ديت بتخليني إن أنا ألتزم حدودي في الموسيقى وإن أنا ما أقدرش إن أنا أقدم إسفاف لأن كل ده بيسبب أذى الودان للناس يعني والناس بتبدأ إن هي ما تحبنيش. فبقدر إن أنا أحاول إن أنا أحط ليا حدود فنية وببدع فيها يعني مش شرط إن أنا أقدم هلس والحاجات دي كلها. طب احنا دلوقتي يا يعني مجدي معانا مجموعة صور دلوقتي هنشوفها مع السادة المشاهدين على الشاشة ليك مع بعض النجوم. بس أنا لسه عاوز أسأل حاجة وهنرجع بسرعة. تاني هنرجع لا لسه بقية الكلام يعني معنى كده إن الجمهور ملوش دعوة خالص بالموضوع ده هوت يعني الغلط هو منكم مش من الجمهور يعني مش لا 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 مش كده يعني هو الجمهور هو اللي بيحدد نجاح المادة اللي بتتقدم المادة الفنية ولا لا. يعني افتكر ان الاستاذ احمد السبكي في مرة كان عامل فيلم فالمذيعة بتسأله بتقول له هو يعني الاغاني بتاعتك انت يعني بتنجح ولا لا؟ قال لهم الجمهور هو اللي بيخلي الفيلم ناجح تمام او لا تمام فهمت. طب احنا معانا دلوقتي مجموعة صور كده نشوفها كده لمجدي وتعلق لنا عليها كده وعشان بعد كده ايه هنختم يعني نشوف صورة كده صغيرة موجودة دي انت طبعا والعسيلي مع العسيلي طبعا طبعا سكر خالص قوي 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 ده كان في استوديو راديو شاك ده كان دي كواليس كان اغنيه كده ده عمرو مصطفى طبعا ده عمرو مصطفى وامير تعيمه امير تعيمه ده شاعر كبير جدا يعني كاتب مصر كلها وطبعا الاستاذ عمرو مصطفى ده احمد سعد ده انا شغال في حاجه كده يعني بعملها ان شاء الله تمام كان في تنمية المواهب طيب ده بقى طبعا ده الليسي ده بقى يعني هو اصلا الليسي ده صديقي جدا يعني انا بحبه جدا وعصام كاريكا تمام كانوا في فندق الشرطه كان عندنا حفله وكده فقابلت الليسي طبعا وحبيبي يعني طب للاسف الوقت بتاعنا انتهى يا مجدي وانا بصراحه كان نفسي ان انت تقعد معانا اكتر من كده الله يخليك ونكمل اكتر من كده يا رب تكونوا استمتعتم بالحلقه بتاعتنا وانا بصراحه انا كمان استمتعت انا وائل ده اكيد 100% بصوتهم هما الاثنين اذا كان موسيقى واذا كان لا وبوجودك والله طبعا ربنا يخليك يا رب ونشوفكم طبعا الحلقه الجايه انتظرونا يوم السبت 1:30 مع
مع دندنة فانتظرونا وامي. إلى اللقاء. بايو باي.